دكتور طارق، دكتور طارق، لازم نهرب. يلا يلا بسرعة. شوفي ديالا، الإرهابيين صاروا بالضيعة. لوين بدنا نروح؟ أأمن مكان هو بيتنا. يلا. شو عم يصير بيناتهم؟ سناء، أمي سناء، 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 فيقي. بديع، مين هذا العسكري؟ طارق، طارق وينك؟ طارق يا ابني، مين؟ وقف عندك. أبونا الدكتور ما هيك؟ ايه. وينه ابنك؟ ما بعرف، أصلاً أنا عم دور عليه. امشوا يلا. إجا الشيخ إبراهيم. جدي شو صاير؟ عم يفتشوا الضيعة بيت بيت. يعني ممكن إنهم يجوا لهون؟ كل شي وارد يا ابني، ليش لا؟ تخبى يا عمر بالغرفة الورانية، لا تطلع حتى أجي لك. حاضر جدي. وإنتي كمان خدي الدكتور وروحي لهنيك. حاضر. يا رب. شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم، هجموا على بيتنا، شو بدي ساوي؟ خلص يا بنتي لا تخافي. صحي أمك وينها؟ والله ما بعرف. خلص لا تخافي، فوتي لجوا. يلا. يا رب. آه غاسي. الله يكسر ايديك. وهاد ليش حاطط صورة ابني معه؟ مو معقول. مصطفى، أنا متأكدة إنك مخبي عني شيء. يلا طول بالك علي، طول بالك علي. يلا قدامي لأشوف. يلا قدامي. يلا عجلوا، عجل. يلا يلا مشي قدامي. يا وام عم بلي عجل. يلا قدامي، عرفت. يلا وين الدكتور ولا؟
وينك طارق؟ شوف يلا وين بتحط ارضك؟ احكي ولا لا 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 طالع بدونه. انا كلمت وياك خلصي. وين الدكتور؟ عم بقول لكم احكي ولا احكوا له حيوان. عاش الزعبان على الليل. اعطيني الدكتور وين مخبينه؟ ولك ما تنطق. وين متخبي هالكلب؟ ما تردوا لك حيوان. وين مخبينه؟ شوفي شافوه مع حفيد الشيخ ابراهيم، اكيد هو ببيته. قولوا له هنيك بسرعه. وين مخبين؟ تمام يلا. انت واحد كذاب. وين متخبي هالكلب؟ حاشف عايز تخلصي. خلاص يلا 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 شوف بدنا ننقسم. انا بروح بجيب الانسه وانت بتروح على بيت الشيخ ابراهيم. يكون بعلمك الدكتور هنيك، لا ترجع الا هو معك. اي ماشي يلا. حمدان ديبو حسن تعوا معي. وانتوا تعوا معي يلا. بديع لوين رايحين؟ راح ندور على بيت الشيخ ابراهيم، قال الدكتور هنيك. بيت الشيخ ابراهيم؟ ايه. انت بتعرفه شيء؟ لا لا شو عرفني فيه. يلا شو بدكم منا كمان؟ بدنا نفتش البيت. مين جوا؟ تعوا يا اولاد خليوني يفتشوا البيت. يلا روح فتش. خلي واحد هون الحقوني. لك مو حرام عليكم؟ شو عم تعمل؟ هالشي حرام والله يا ابني. اصحى هلا قبل ما يفوت الاوان بعدين. الجهل عمالك قلبك. اصحى يا ابني. انا لهلا ما كنت اعرف ليش هيك عم تأذونا. نحن شو عملنا لكم؟ ولك شبك ما ترد. تعرف انه انت غلطان. لك انت بدك تخاف ولا لا؟ اصحى. لا تخافوا لا تخافوا ما راح يصير شيء. دكتور مصطفى. اسمعني اصحى يا بيك مشان الله لا تموت. امشي ولا امشي قدامي. يلا يلا تحرك تحرك ولا يلا. دكتور طارق لك وين هلا ورا قدامي. لا تخلي قدامي ولا خلاص ولا سدي حلقك. لك الزلمه ما عم يكون. يلا تحرك ولا خلاصي. شو بدكم فيه؟ خلص يا بنتي خلص يا بنتي خلص. الله لا يوفقهم الله لا يوفقكم. خلص يا بنات خلص. امشي يلا حركي. زينب بابا زينب 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 تعالوا لورا بعد عنها ولا حرام عليك. يلا تعالوا يا شو زينب زينب عم اقول لك رجع بعد هيك بلا ما اقتلك. رجع بعد عن طريقي زينب. لك بعد عنها ولا شو بدك فيها؟ شو بدك فيها؟ بعد عنها بعد بعد. يلا امشي ولا امشي حرك. يلا تعالوا امشي عملك ولا قومي ولا انت لك لا تفتحي المدرسه. مين مفكر حالك لتكسري كلامي؟ لك انا مدرسه والله ما عملت شيء. انا المسؤول ما له علاقه بالشيء. انا اللي فتحت المدرسه. انت يا كلب افتحوا يعني رقبتك هني. انا حبيت اعمل لك اياها مفاجاه.
امشي يلا يلا انا شوف بسرعه. مشان الله رد علي، مشان الله رد علي. خلص لا تخاف رح تتحسن، هلا ابنك بعالجك، مشان الله تحمل. حسان ابنك عايش. شو قلت حسان؟ ابني لساته عايش؟ وينه؟ قلي وينه؟ يا بيك رد علي مشان الله لا تموت. ابني حسان وينه؟ لا يا بيك، يا بيك رد علي مشان الله لا تموت. وينه ابني حسان؟ لساته عايش؟ طيب قلي وينه، قلي وينه مشان الله. اشيك يا ربي. اسمعوني يا اهل الضيعة، الدكتور صار بين ايدينا، هاي نهاية كل واحد بيحاول يوقف بوشنا، خليه يكون درس لكم. امشوا امشوا ليه؟ يلا بسرعة، يلا امشي. انا برجي يلا امشوا ليه؟ حركوا يلا. عم ياخد الدكتور والأنسة بابا، ما بدك تساوي شيء؟ وانا شو طالع بايدي وليه؟ شو بدك يعني ساوي؟ شيخنا شيخنا شو نساوي هلا؟ شو بيعرفني ما انك شايف معه سلاح؟ لوين اخذينا يا كلاب؟ يا عديمين الشرف شدي. لوين اخذينا؟ وقف يا حرك يا بدي روح جيب بنتي. نقطع لهون وقف. ولك ما شفت شو ساووا؟ كيف بدي وقف؟ هاي بنتي الوحيدة، هاي بنتي الوحيدة اخذوها غصبا عني وراحوا، شو بدي اعمل؟ كيف بدك ياني اتحمل؟ هاي بنتي الوحيدة، عم تفهم؟ كلامه مظبوط، قلت لكم انا خلونا نتسلح ونطلع نحارب هالكفار، بس الشيخ ابراهيم ما كان عم يرد علي. والله البكتر معه حق، خلونا نطلع على الجبل ونخلص منه هالكلاب. يلا يا رجال يلا عليهم، يلا مشوا قولوا يلا. لوين بدكم تروحوا؟ فاكرين انه الشغله بهالبساطه هي؟ اذا شافوكم طالعين وراهم اكيد رح يقتلوا زينب والدكتور، عم تفهموا؟ بخليك عايش جنيت، بدك ياهم ينقتلوا. طيب شو ساوي؟ استنى انه يرجعوني بنتي جسه، هيك بدك؟ ما رح يقتلوهم يا ابني، ما رح يقتلوهم، وكل الله ان شاء الله الدكتور وبنتك زينب رح يرجعوا لنا بالسلامه. لك شلون هيك بده يصير؟ ها ما شفتوهم اخذوهم قدامنا على الجبل؟ بهالبلد في قانون وفي جيش، عم تفهم؟ روح خبر الشرطه احسن مو واقف هيك. لك يلا يلا تحرك. طيب ليش؟ ليش خبيت عني انه ابني عايش؟ حرام عليك والله انا ام، ليش هيك عملت فيه؟ وهلا رحت وتركتني، بدي اعرف وينه ابني، رحت قبل ما تقلي وين هو. بجوز اخذته مني وبيته عندك؟ معقول يكون الدكتور هو ابني؟ الشرطة صار عندها خبر باللي صار. وإمتى رح يجوا على الضيعة يا مختار؟ على أغلب بكرة الصبح. بدنا نستنى لبكرة؟ من هون لوقتها بيكونوا هالكلاب قتلوا بنتي والدكتور. شو طالع بإيدي؟ يلا كل واحد على بيته يلا. بعد هيك أمي شو صاير معي؟ ما في شيء يا بنتي. شو وينه الدكتور؟ خالق الإرهابيين خطفوه. شو؟ هو وزينب كمان. شو هالحكي؟ شلون هيك صار؟ شو العمل؟ بدنا نستنى الشرطة لتجي، بكرة الصبح بيكونوا هون. امشي معي يلا على مهلك ماما. على مين بدي ازعل ولا على مين؟ شيخنا هدول الكلاب الله يكسر ايديهم، ما كفاهم انه اخذوا الدكتور وقتلوا ابوه كمان. شو عم تحكي؟ معقول هالشي؟ يلا يلا امشي. حركي حرك امشي. ولك شبكي زينب؟ انا كتير تعبت. الله عم تتقوى عليك. طارق
طارق. جاي على بالك تموت هون؟ شو عم يصير عندك؟ طارق. لك شو في؟ الدكتور حاول يهرب. اتركني خلص عليه. هلا اجلها. بس هذا انسب وقت معلم. خليني اقتل هالكلب وخلصك منه. وهلا يلا امشوا حاولي لشوف. يلا قوم قوم اتحرك. يلا امشي. تحركوا تحركي ولي. يلا تحرك. الله يرحمه. يا ابني خذوا المرحوم على الجامع هلا بلحقكم. حاضر شيخ ابراهيم. سناء خلص معلش يا بنتي طولي بالك. الزلمة كان جاي لعنا ضيف الله لا يوفقهم قتلوه وهو ما دخلوا بشي. اصلا هدول الناس ولا ضمير شو بده يطلع معهم يعني غير هيك. الله يصلحهم احسن شيء. يلا حاجة يا بنتي تعذبتي كثير روحي على بيتك ارتاحي. نرمين يلا امي امشي يلا. جدي شو راح يصير فيه؟ والله يا بنتي ما بعرف. الله يعينون تفرج إن شاء الله. لازم نخبر زوجة مصطفى بيك على وفاة جوزها. الله يكون بعون على هالخبرية. أنت بتعرفي رقم بيت أهله للدكتور؟ الدكتور عنده دفتر تليفونات أكيد الرقم موجود فيه. هاتي يلا. صبر لك شوي. لك قبل نام بدي أجيب لك مصاري هلأ. إيه إيه ماشي ماشي أخ. وقتي كمل المبلغ بعت لك إياه. طيب فهمت الله معك. يلا مع مين كنت عم تحكي؟ واحد رفيقي. مين هو؟ وشو هي قصة المصاري كمان؟ ولك شو دخلك؟ ما كان ناقصني غيرك. نلعي. الشيخ إبراهيم إجا قال إذا ما عندك مانع بده يستعمل التليفون. طيب قولي له يفوت. تفضل شيخنا. يا ميت أهلا وسهلا شيخي تفضل. لازم نخبر مرت المرحوم بكل شيء. ايه والله معك حق. وينك ديالة؟ روحي دقي لي هذا الرقم بسرعة. تفضل عود. جدي إذا أمه للدكتور سألت عنه شو بدي إلا؟ ما بعرف. يلا بسرعة. يلا امشي. يلا ولا يلا خلصينا بقى. امشي بسرعة. أيمن هدي هون. تعال امسك. يلا روك زيدان المكان هون وآمن. بيكونوا الأهلي هلأ خبروا الشرطة هون بيقدروا يلاقونا بسهولة. بهي معك حق. هلأ خلينا نرتاح شوي بعدين منروح على المعسكر. ماشي بديع. اسمع دير بالك منيح. ماشي ماشي تعال ديروا بالكم منيح. حاضر. يلا أوس وخلصني. ما عم بستنى إذنك. خايف أقول لشدك على الحقيقة ما هيك؟ حبيبي أنا ما بخاف من حدا. بالنهاية رح يجي الوقت وأنا أقول له على الحقيقة. بديع شو عم يساوي هاد؟ أيمن شو في؟ لك أنت شغلتك أنك تحرسه بس. هذا وش قده خطر علينا؟ منخلي الأنسة عايشة ونقتله للدكتور. ترس اسمعوا له لازم تعرف انه انا الآمر هون. ما حدا بيعمل شي منكن اي شي الا بأمر مني. يلا نقلع من وشي لشوف. قلع بديع اقتلن. يلا معلم هلأ الأنسة مو ضرورية بس الدكتور نحن بحاجته. يلي قلت لك يا ابي اتنفس فورا. يلا لشوف اقتلون. هذا اكيد مصطفى. مصطفى اهلين. ايه انا رابعة. انا زوجته لمصطفى. بس مين حضرتك؟ انا ابراهيم من ضيعة صارصو.
أهلين سيد إبراهيم، خير شو في؟ والله يا خانم ماني عرفان كيف بدي إليك هالخبرية. مصطفى بيك للأسف توفى. بقية بحياتكم. مصطفى؟ قلت لي مصطفى مات؟ شو؟ هالشي مستحيل. ما عم صدق، ما عم صدق. ألو رابعة خانم؟ مستحيل، أنا ما مصدق هالحكي. وينو ابني؟ بدي أحكي معه. قومي الدكتور هاتو. خراسي سيك، عود هون ولا عود. لا تتحركوا. هات خدوا غراضهم. قوموا سلاح الجاكيت. هاتي لشوف. هدول الشغلات ما عاد تلزمكن. حلو الجاكيت ما هيك؟ والله مالي بقلي. كثير لا بقلا. وهلا المدرسة بتفتحيها بجهنم، ماشي؟ ها؟ رح اقتلكم بهالفرد، عياره تسعة ميلي. بعد هيك، يلا. تعرفوا شو؟ رح اقتلكم برصاصة واحدة، ماشي؟ ولك ليش عم تطلع هيك ولا؟ شلك عيونك؟ فهمت؟ أشهد أن لا إله إلا الله. وقف بديع. أشهد أن ربه ورسوله. أجل قتلون لبعدين. شو السبب؟ وليش بدك أجل قتلون؟ لا تتدخل بشي ما بيخصك. بديع، الحقني لقلك. الباقيين انتشروا. نفدته هالمرة. شفتوا كيف كان رح يقتلنا؟ ليش ما رحت من هالضيعة؟ ليش ما سمعت كلمة أبوك ورحت؟ هلأ مصطفى بيك رح من الضيعة ما هيك؟ ايه منيح انه المال تقوا فيه، لأنه أكيد لو عرفوا انه أبي كانوا قتلوا دغري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجعل مسواه الجنة. آمين. يا رب يرحمنا برحمته. الله يرحمه ويرحمنا. جدي يا ريت استنينا لحتى تجي مرته. الطريق طويل يا بنتي، ويعني لبين ما تجي رابعة خانم بدها وقت. نحن ما فينا نأجل دفنه لحتى تجي. هلأ مرته لمصطفى بيك بدها تجي على الضيعة يا شيخنا؟ لكن معقول ما تحضر جنازة جوزة؟ صح معك حق، ما بيصير. شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم. تعال حق حميد آغا، قال بده يروح يجيب زينب، وقاعد عم بيطلب من الناس إنه يساعدوه. لا إله إلا الله، شو صار له الزلمة جن؟ الله يعينه، امشي لنشوف. تفضل شيخ. مسكينة رح تسأل عن ابنها أول ما تجي، شو بدنا نقلها ديالا؟ جدي قلنا إنه الدكتور راح على غير ضيعة، ونحن كمان لازم نقلها هيك. بتكفيها المصيبة اللي هي فيها. منيح إنه قلها هيك. المسكينة شو كان بده يصير فيها؟ يعني والله ضربتين على الراس بيوجعه.
أمي، الله يرحمك. لك شو، نحن مو رجال؟ لإمتى بدنا نضل ساكتين لهم؟ وبعدين لازم نوقفهم بقى. خطفوا الدكتور وبنتي كمان، هدول الناس ما بيخافوا الله. امشوا على الجبل، صار معكم سلاح. روح نادي لباقي شباب الضيعة، خليهم يتسلحوا ويجوا. يلا. حاضر أغا. يلا. يا جماعة، حميد معه حق، لازم نطلع على الجبل ونخلصهم من هالظالمين. هالوضع ما عاد ينسكت عليه. يلا عليهم يا رجال. يلا يا شباب. يلا يا شباب. شبك لك حميد، بعرفك عاقل، شو صار لك فجأة جنيت؟ صار بدك تحاربهم؟ اصبر بس لبكرة. هدول الكلاب خطفوا بنتي، يعني شرفي لازم دافع عنه. لك نسيت انه زينب بنتنا كمان، والدكتور طارق ضيفنا، هلأ صار واحد منا. هاي الشغلة لازم نتركها للشرطة، عم تفهم؟ ما بدنا نكون بشي نصير بشي. ايش وهالحكي؟ من هون لتيجي الشرطة بتكون بنتنا والدكتور انقتلوا. انا متأكد انه انت اللي عم تحبي براس اخوك. انتو ضمنانين انكم ترجعوا من هنيك؟ لا تكون حابب انك تخلص من اخوك؟ شو الحكي يا شيخ؟ لك انت شو شايفني قدامك؟ حميد بيضل اخي. معناته فهمه انه يصبر لبكرة الصبح وما يروح برجليه لموته. هي الشغلة من اختصاص الشرطة مو من اختصاصنا. خلص ان شاء الله بكرة الصبح بتكون بنتكن واقفة بيناتنا. عدور اجل المعلم. يلا بسرعة يلا شباب. يلا يلا استعداد بسرعة. يلا 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 بسرعة المعلم زيدان. خدون ستوا هالكلاب هنيك. اهلين معلم. كيفك ليلى؟ شو مين هدول؟ دكتور الضيعة وأنست المدرسة. خلاص هلأ أنت كملي شغلي. حاضر معلم. يلا من الأول بسرعة. يلا اركضوا لأشوف. أسرع. انتبه منيح. لك يلا. يلا اركض اركض. يلا لأشوف. بديع. ها؟ الشباب جوعانين، حضر لهم أكل. هلأ بقول للصبايا بيعملوا لنا أكل. قل له يا أيمن. يلا بسرعة. أيمن أيمن. روح حضر لنا الأكل. بس هي مو شغلتي. هيك قال زيدان، وأحسن لك تسمع كلمته. يلا طلع طلع شبك بسرعة. أسرع أسرع. يلا طلع. بس عوام لساتهم صغار. يلا اركضوا يا أولاد. يلا أول ما تجي مرته للضابط بدي وقف بوشها وإلا وين رحتي بابني حسان؟ شو طارق هو حسان؟ طول هالوقت كان جنبي وما عرفته. ماني متأكدة من شي، بجوز هو مانو ابني، بجوز طارق مو هو نفسه ابني حسان. امي شوفي. ما في شي. شو بدك؟ جات كتير ما؟ الأكل مو مهم، بس أنا كتير عطشانة. أعطونا مي. ما في. بدنا نشرب مي. ليك هدول كأنه عطشانين. صحة وهنا خيره. على قلبك. الأموات مو بحاجة لمي. أنا آسفة، أنا السبب. لا تخافي علي زينب. وقفوا باستعداد، المعلم جاي.
انتو هلأ صرتوا رجال. شبكوا له سيك سلاح منيح. انت شو اسمك؟ سيك بديع. انا اسمي احمد معلم. اوصت قبل هالمرة على حدا؟ ايه معلم اوصت. ايه وشو السبب؟ منشان شرف العيلة اوصت اختي. برافو عليك. تعال معي احمد امشي. تعال. شرف. شو بده من الصبي؟ ما بعرف. هلا اذا شفت اعدائنا بتعوصهم؟ ايه طبعا. ايه هدول من اعدائنا. لورا. يلا تلقن وخلصنا منهم. ما بيكفي انه انت مجرم؟ جايب اولاد صغار وعم تعلمهم يصيروا مثلك؟ يلا احمد اوز هالكلب. هذا انت؟ احمد اخوها لجميله. شو ما تذكرتني؟ انا الضيف اللي اجى على الضيعه. لا ترد عليه. وهي زينب انست المدرسه بنته لحميد اغا. احمد نحن مالنا اعدائك. جدي عم تقنع الناس انه زينب والدكتور رح يرجعوا، بس يا ترى انت مقتنع بهالحكي؟ لازم تخلي املك بالله كبير يا بنتي. رح يخلوهن عايشين لهلا؟ بدهم معجزة ليرجعوا. الله قادر على كل شيء، انت دعي لهن. جنبوني يا رب. شو عم تستنى أويس؟ يلا أحمد قوي قلبك. يلا أوصون. يلا طلع شو بدي ساوي وتعلم. أنت لا تتدخل، هو لازم يقتلون عشان يتعلم ويصير واحد منا. أنت لا عاد تقرب لهون، إذا لازم يموتوا فالولاد رح يقتلون. لا لا من خلتي. امشي تعال معي لشوف. وهالمرة نفدته كمان. شو عم يعلمون؟ قدران تسمع شي؟ صوته بعيد. لازم ما تخافوا، الشغلة بسيطة، بعدين نحن عم نقتل أعدائنا. أصلاً هدف كفاحنا إنه نحقق حريتنا. تراجع ممنوع، ما هيك أحمد؟ مزبوط معلم. أنت لساتك عم تخاف؟ كيف بدك تصير رجال؟ هاي الشغلة أنا بداويها. هات إيدك إن شاء الله بلا إبرة. يلا بلنا. شوفي ليش الولد عم صرخ. أعطوه إبرة مخدر مشان ما عاد يحس بأي شيء. نهرب. خليكي عم تراقبي. دير بالك. مثل ما عم قلت لك. يلا طارق
انت كمان لحق عليك يا زلمه. يلا روح لهنيك، فتح عيونك منيح. ها طيب جاي لهون. لوين بدكم تروحوا؟ طارق طارق عادي يلا. وقف، شو عم تساوي لك ايمن؟ كانوا رح يهربوا من بين ايدينا. طيب رجعهم على المعسكر احسن لك بسرعه. طارق اللي شو عم يجعله؟ مشان الله لا تتركني هون لحالي. بدنا مساعدتكم لحتى نلاقي الارهابيين اللي بالجبل. نحن رح نساعدكم بكل شيء بنقدر عليه. مختار لازم ندلهم على مكان المغارة. حدا منكم يا شباب ياخذهم على المغارة، انا ما فيني اترك الضيعة. خلاص انا باخذهم لهني. رح نتحرك فورا. تحت امرك سيدي. يلا يا شباب رح نتحرك فورا. سيدي سيدي شوفي بنتي واحدة من الرهائن انست مدرسة. بإذن الله راح ترجع لك بخير وسلامة. إن شاء الله إن شاء الله. روح يا ابني الله يوفقكم. موفقين. الله معكم يا شباب. استعداد يا ابني. تفضلوا. الله معكم. السلامة السلامة. الله يحييكم. الله يحييكم. السلامة. أنا عم دور على السيد إبراهيم. نعم أنا هو يا بنتي. أنا بكون زوجته لمصطفى بيك. آه بالله ظاهر أشيتي مع العسكر لحتى وصلتي هيك دغري. طيب وينو ابني هلأ يا إبراهيم بيك؟ والله أخذوه. هلأ ما أجا، مثل ما قلت لك راح أضيع التحتانية. يا مصطفى وين رحت وتركتني وين؟ يا تاج راسي وين رحت؟ قلت لكم بدكم بالمقبرة، لوين بدها تروح؟ الله لا يوفقك يا مصطفى. هي بتكون مرته للمرحوم. قالت لي حنان يكفي يا بنتي، هيك ما بيصير. خلص بقى الميت ما بيجوز عليه غير الرحمة. سناء خديها لعندك على البيت خليها ترتاح شوي. حرام يعني أكيد بتكون تعبانة من السفر. إن شاء الله البقية بحياتها. امشي لعندي على البيت. طولي بالك. يا مصطفى الله يصبر. وين رحت وتركتني وين؟ امشي تعال.